رئيس الجمهورية يستقبل بالقصر الرئاسي وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية القمر. تدشين شبكة مائية بقرية المشرع التابعة لبلدية تامور تنعاج ضمن تدخلات الوكالة الوطنية للتضامن لمكافحة آثار الريق ومحاربة الفقر وللدمج. مفوضية الأمن الغذائي تتسلم أزيد من 7750 طنا من الأرز هدية من الحكومة اليابانية. طاب مساؤكم بكل خير مشاهدينا الكرام. أعلنت رئاسة الجمهورية أنه بموجب مرسوم صادر اليوم تم تعيين السيدة فاطمة مدحي مديرة لديوان الوزير الأول. بعث رئيس الجمهورية السيد محمد ول عبد العزيز رسالة خطية إلى أخيه السيد ميشيل عون رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة تتعلق بسبل دعم وتطوير العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الشقيقين. سلم الرسالة اليوم في بيروت وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة الأستاذ دي محمد المحم المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية خلال لقاء خصه به الرئيس اللبناني. جرى اللقاء بحضور سفيرنا في لبنان سعادة السيد علي ول أحمد ول علي. استقبل رئيس الجمهورية السيد محمد ول عبد العزيز صباح اليوم بالقصر الرئاسي وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية القمر الشقيقة السيد محمد لمين صيف الذي يزور بلادنا حاليا. جرت المقابلة بحضور السيد إسماعيل ول الشيخ أحمد وزير الشؤون الخارجية والتعاون. وأدلى مسؤول الخارجية القمرية السيد محمد لمين صيف ببعيد اللقاء بتصريح لقناة الموريتانية قال فيه: استقبلني فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية هذا الصباح، سلمت رسالة شفهية من فخامة رئيس جزر القمر تتعلق بالعلاقات الثنائية المتميزة ما بين البلدين. فموريتانيا هي دولة عزيزة علينا، فنحن أدركنا تماما بأننا لابد بأن نعزز هذه العلاقات حتى نتمكن من الاندماج الحقيقي في القارة الإفريقية، نظرا لأن الدولتين دولتان عضويتان في المنظمة في الاتحاد الإفريقي، وأيضا دولتين في الجامعة العربية. فأنتم تعرفون تماما أن موريتانيا هي استضافت القمة العربية هنا واستضافت القمة الإفريقية هنا، وسوف تستضيف في السنة المقبلة بعد سنتين القمة الاقتصادية العربية. فكل هذه يعني شجعتنا بأن نتقرب إلى موريتانيا ونعزز العلاقات ما بين البلدين. شكرا. من النشاط البرلماني في هذه النشرة استقبل النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية السيد بيجل والهميد اليوم بمكتبه السفيرة البلجيكية المعتمدة لدى بلادنا سعادة السيد مارك ترانسيو. تناول اللقاء استعراض علاقات التعاون القائمة بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيز هذه العلاقات خاصة في المجال البرلماني. جرى اللقاء بحضور الأمين العام للجمعية الوطنية والقنصل الشرفي لبلجيكا في بلادنا.
افتتحت صباح اليوم في نواكشوط أشغال ورشة لخبراء من دول المغرب العربي حول تقديم ملف مشترك لتراث كسكس ومشتقاته إلى منظمة الأمم المتحدة لتربية وثقافة والعلوم اليونسكو لتسجيله على قائمة التراث العالمي. يأتي هذا اللقاء ضمن الجهود المبذولة لحفظ وصيانة جزء هام من الموروث الثقافي المشترك المعبر عن وشائج الترابط بين الشعوب المغاربية. يلتئم اجتماع هؤلاء الخبراء المغاربة من أجل إعداد ملف ثقافي خاص بالكسكس والعادات المتعلقة به، قدمته الجزائر الشقيقة ووافقت عليه الدول المغاربية لتقديمه لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم لاعتماده كتراث عالمي. من مسعى المنظمة العالمية للتربية والثقافة والعلوم الذي يشجع البلدان على التنسيق فيما بينها لتقديم ملفات مشتركة في كل عنصر تراثي مشترك، قامت الجزائر الشقيقة مشكورة بمبادرة ترمي إلى التعريف بإحدى مميزات هذه العادات، وهي وجبة الكسكس الشهيرة، واحتضنت أول اجتماع للخبراء المغاربيين للنظر في كيفية إعداد ملفه لتقديمه للتسجيل على اللائحة التمثيلية للاتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي 2003. منسق العمل الخاص بهذا الملف أكد من جانبه أهمية استحضار الموروث الثقافي المشترك بين الدول وضرورة نشره كثقافة عالمية. احنا نعرفوا باللي هذه الظاهرة هذه الثقافية التاريخية تراثية عميقة تمارس من نواحي طرابلس دو لا تريبوليتان جوسكا لاتلانتيك الى المحيط، من طرابلس إلى المحيط هذه الظاهرة الثقافية التاريخية التراثية تمارس منذ قديم الزمان. وابن خلدون العالم الكبير قال على المغاربي، قال باللي المغاربي هو لابس البرنوس وآكل الكسكس. اجتماع هؤلاء الخبراء يأتي موازاة مع جهود وزارة الثقافة الرامية إلى إدراج أصناف من الثقافة الموريتانية ضمن الثقافات العالمية. الاجتماع اليوم اجتماع خبراء حول العادات المرتبطة بإنتاج واستعمال الكسكس في الدول المغاربية. بالحقيقة هذا مبادرة من الجمهورية الجزائرية قبلتها جميع الدول المغاربية، واجتمعوا الخبراء مدة من الزمن في الجزائر وأنجزوا أغلبية الملف. هذا الاجتماع بإذن الله تعالى سيكون هو الاجتماع الأخير اللي من خلاله لاهن ننجزوا الملف بشكل نهائي. راجين بأنها جهودنا تتكلل المغاربية المشتركة تتكلل بالنجاح، وأن يسجل هذا العنصر كتراث لا مادي للإنسانية، لأنه في الحقيقة من بين أمور أخرى يبرهن على تلاحم وقوة الروابط الثقافية اللي بيننا احنا والجزائر وتونس والمغرب والدول المغاربية كلها. وسيكون هذا اللقاء فرصة لنقاش هذا الملف وإعداده قبل تقديمه نهاية شهر مارس الحالي. إلى ولاية تاكانت، حيث استفاد سكان قرية المشرع وعدد القرى المجاورة لها من إنجاز منظومة مائية متكاملة ضمن تدخل الوكالة الوطنية التضامن لمكافحة آثار الرق ومحاربة الفقر وللدمج. وستمكن هذه المنشأة المائية من توفير الماء الشروب لساكنة هذه القرى التابعة لبلدية تامورت النعاج بمقاطعة المجرية. وحده الماء، والماء فقط هو الحدث الذي يستطيع حشد هذا الكم البشري الهائل في قرية كقرية المشرع في هذا التوقيت الحار والقائض من السنة، وفي منطقة تتسم بشح الماء وجسامة تحدي الحصول عليه في صحن تاكانت القاحل. الماء اليوم هو في المتناول في قرية المشرع، يتدفق أمام أعين الجميع بمجرد كبسة يد، محطما إلى الأبد مسلمة استحالة الحصول عليه بعد إخفاقات تجارب التنقيب المتكررة في المنطقة. الماء نشربه ماء الملحام ونعطش وملح. ودرك هذا المشروع عندكم زين؟ الصين يا أخويا زين عندنا.
اصي يا خويا زين عندنا ما بقات بليده ما عدنا فيها ما جاتنا الناس وعدرسنا المجاهر وجبرنا المجاهر الملحين وعقبنا جبرنا مجهر ثاني في شرق بارد غير ما هو ياسر وجبرنا هذا المجهر الحمد لله الحمد لله ياسر ما شاء الله وما هو ياسر الحمد لله زين عند حت عندنا حتى 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 زين عندنا جزاها الله وكالة التضامن ذا لما ذا هو سابق ذي الوكالة ما كنا خارجين وقطعنا فتبارك الله قليل حضارك ما عنده ربينا قاعد هو ما تيشرب حاسي ولا تيشرب هذا موسم الخريف اللي خلانا. المدير العام للوكالة الوطنية تضامن لمحاربة آثار الرق وللدمج ولمحاربة الفقر الأستاذ حمدي والمحجوب، وبعد إشرافه على تدشين الشبكة المائية في المشرع حرص على الوقوف على أحد أبرز المشاريع التنموية الذي ظل يئن تحت إكراهات الماء في المنطقة، واستمع إلى رئيسة المشروع والتي لم تخفي سعادتها بدخول الماء على خط الاستغلال في القرية والآفاق الواعدة لمشروع التعاونية النسوية التي تديرها بفضل الشبكة المائية المدشنة. وفي كلمته أمام سكان قرية المشرع جدد المدير العام للوكالة الوطنية تضامن ما كان قد عبر عنه في السابق، وهو أن وكالة تضامن هي ذراع الاجتماعية والتنموية للدولة والسند الحقيقي للمواطن في المناطق الهشة. أختار نقول لكم عن رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز اللي عدل هذه الوكالة وصاها عنها تتدخل في البلدات اللي أكثر هشاشة وأكثر فقر واللي عانات من عدم التدخل الحكومات اللي سابق حكومته واللي عاتيالتها تستفاد من الخدمات الأساسية إياك توصل المرحلة جعلتها عادة تقدر تساهم بناء هذا البلد عدالا بين المواطنين والمساواة بيناتهم، وذاك قد يصح إلا عن طريق الخدمات الأساسية. والخدمات الأساسية تنقال لاش؟ تنقال للماء، تنقال للضوء، وتنقال للمدرسة، وتنقال للمستشفى ولا الطب. هذا هم الخدمات الأساسية اللي يالت تقاد فيهم الموريتاني. والحمد لله هذه السنة إن شاء الله المدارس اللي المكتملة اللي بنات الوكالة لا يتخطاوا 100 بدون رانا ما نحاسبين المدارس اللي وكملت اللي ما كانت تامة. النقاط الصحية لا هي تتخطى زاد هي واللي 100 إن شاء الله وهذه السنة. السدود لا هي لحقوا 23/6 هذا كامل قد يخلق وينجح به بعناية رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز ودعمه وتوجيهاته. عمدة بلدية تامور تنعاج السيد أحمد والأحمد بدة أكد بعد تذمينه لسلسلة التدخلات التنموية للوكالة الوطنية تضامن امتنان الساكنة المحلية للإنجازات التنموية الكبرى التي عرفتها بلديته في جهاتها الأربعة والتي لامست شتى مجالات التنمية من تعليم وصحة ومياه ومشاريع زراعية غيرت ملامح الحياة في البلدية. وباسم سكان المشرع تحدث السيد الطيب والسيد الأمين وثمن جهود الوكالة الوطنية تضامن التي حققت الكثير للساكنة المحلية خاصة في مجال الماء الذي يشكل سيد مطالب الساكنة، واستعرض قائمة مطالب الساكنة ذات الصلة بالعزلة والمواصلات والكهرباء. قرية المشرع تستفيد اليوم بفضل الوكالة الوطنية تضامن من أهم تدخل تنموي طالما علقت عليه الساكنة المحلية آمالا عريضة، وبطي صفحة مشكل الماء تكون القرية قد استكملت دعائم التنمية الكبرى بدءا بتدشين المدارس والإعداديات مرورا بالمركز الصحي المكتمل وصولا إلى الماء اليوم، إنجازات كلها تحسب في رصيد الوكالة الوطنية تضامن.
نعود إلى العاصمة، حيث تسلمت مفوضية الأمن الغذائي اليوم هدية من الحكومة اليابانية تمثلت في أزيد من 7750 طنا من الأرز. وتأتي هذه المساعدة دعما لجهود وبرامج الحكومة الرامية لتعزيز الأمن الغذائي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين. 7752 طنا من الأرز هدية من الحكومة اليابانية تتسلمها مفوضية الأمن الغذائي، وذلك ضمن الاتفاقية الموقعة في 11 يناير 2018 بين بلادنا واليابان، وهي الاتفاقية التي يصل غلافها المالي إلى 480 مليون ين ياباني، أي ما يناهز حوالي 150 مليون أوقية جديدة. أغتنم الفرصة لأعبر لكم باسم الشعب والحكومة الموريتانيين عن الشكر للشعب والحكومة اليابانيين على دعمهم للشعب الموريتاني في مجال الأمن الغذائي. كما تعلمون سعادة السفير، وطبقا للاتفاقية الموقعة بين حكومتنا، فقد تم بيع هذه الكمية بالمزاد العلني، وقد رصدت المبالغ المالية المتأتية من عملية البيع لتمويل برامج ومشاريع للأمن الغذائي يتم التوافق عليها بين الطرفين لصالح الفئات الأكثر هشاشة، تجسيدا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز بجعل الأمن الغذائي للمواطنين ورفاهيتهم حجر الزاوية بالسياسات التنموية والبرامج المنفذة من طرف حكومة الوزير الأول المهندس محمد سالم البشير. كمية الأرز المسلمة اليوم ستساهم في الرفع من مستويات الأمن الغذائي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين الأكثر هشاشة. هذا البرنامج ينسجم مع الإدارة القوية لرئيس الجمهورية السيد محمد أرد عبد العزيز في إطار دعم الأمن الغذائي، وآمل أن يسهم هذا الاتفاق في تحقيق الأمن الغذائي في موريتانيا، وأن يعزز ويطور علاقات الصداقة التي تربط بين شعبينا. في 31 أكتوبر 2018 تم التوقيع على اتفاقية جديدة بين الحكومتين الموريتانية واليابانية، ستسمح هذه الاتفاقية بمنح كمية من الأرز تصل قيمتها إلى 350 مليون ين ياباني، أي ما يناهز حوالي 110 مليون أوقية جديدة، سيتم تسليمها إلى مفوضية الأمن الغذائي العام المقبل. في المجال الإعلامي، نظم الاتحاد الدولي لصحافة الفرنكوفونية فرع موريتانيا صباح اليوم بالمتحف الوطني طاولة مستديرة تحت عنوان وسائط الإعلام والبيئة في موريتانيا. تدخل هذه التظاهرة في إطار الأنشطة الوطنية المواكبة لأسبوع اللغة الفرنسية والصحافة الفرنكوفونية. بات لزاما على المسؤولين والمهتمين بالبيئة في بلادنا العمل على تعزيز التعاون بشكل كبير ومباشر مع وسائل الإعلام لتكريس دور الصحافة في حماية البيئة. هذا ما خلص إليه المشاركون في الطاولة المستديرة المنظمة من طرف الاتحاد الدولي للصحافة الفرنكفونية فرع موريتانيا. في مثال هذه الكلمة ليس بيسعي إلا أن أذكركم وأنتم خير العارفين بأهمية الصحافة الفرنكفونية في بلادنا، إذ أنها تشكل جزءا لا يتجزأ وركنا ركينا من المشهد الإعلامي في بلادنا، لذلك لها نخبتها ولها قراؤها ولها روادها. ضف إلى ذلك أنها تشكل رابطا قويا أو أداة وصل قوية بين هذا الفضاء وسائر فضاءات الفرنكفونية، وفي هذا الإطار يتنزل هذا النشاط الذي يأتي ضمن أسبوع اللغة الفرنسية والفرنكفونية، والذي اخترتم له عنوانا غاية في الأهمية، ألا وهو التغطية الإعلامية للمواضع البيئية. هذه التغطية التي نلاحظ جميعا أنها لا تأخذ البعد اللازم أو البعد الضرورية أو مكانتها اللائقة بها، من المعلوم أن البيئة هي الوسط الذي يعيش فيه الإنسان، البيئة في النهاية هي حياتنا كبشر ومرتبطون بها، لذلك فإن الأولوية كان ينبغي أن تكون لها
وأن لا تظل على هامش التغطيات الإعلامية. السيدة ماريا لاجي تراوري رئيسة فرع موريتانيا للاتحاد الدولي للصحافة الفرنكفونية تحدثت بالمناسبة عن الهدف من هذا النشاط الذي قالت إنه يدخل في إطار أسبوع اللغة الفرنسية، وبينت دور الإعلام في تثقيف المجتمع بتحديات البيئة وتوجيهه حول التعاطي مع التغيرات المناخية. برنامج هذا اللقاء تميز بمداخلات ركز خلالها المتحدثون على ملاحظات من أهمها أن قضايا البيئة لم تأخذ نصيبها من الاهتمام في العديد من المؤسسات الإعلامية الوطنية، ودعوا قطاع البيئة والصحفيين معا إلى جعل ملفات ومواضيع البيئة أولوية في المعالجات الإخبارية اليومية وفي البرامج الحوارية. احتضنت بعض ولاياتنا الداخلية خلال الأيام الماضية تنظيم مسابقة الأولمبياد ورالي العلوم لنيل جائزة رئيس الجمهورية بمشاركة عدد من أصحاب المواهب يمثلون مختلف ولايات الوطن. وتهدف هذه المسابقة إلى ترقية العلوم واكتشاف مهارات التلاميذ ومواهبهم في التخصصات العلمية من أجل تأهيلهم لمواكبة مستجدات العصر ومتطلبات العولمة. خلال العشرية الأخيرة تضاعف اهتمام الدولة الموريتانية بالتعليم من خلال عدة خطوات جد هامة، منها تخصيص سنة للتعليم تم فيها تعزيز وتدعيم المنظومة التعليمية وتطوير بنيتها التحتية، فضلا عن تحيين المخرجات من خلال مضاعفة جهود التكوين المهني وتطوير وفتح عديد المراكز في هذا المجال. وفي بادرة هي الأولى من نوعها جاء القرار الفذ والقاضي بإنشاء جائزة رئيس الجمهورية للعلوم عام 2017 لتصبح تظاهرة تتنافس فيها الأجيال الناشئة في عدة مجالات من العلوم، هي الرياضيات والفيزياء والكيمياء والعلوم. واليوم تصل هذه المسابقة إلى مراحلها النهائية في نسختها الثالثة. وللمسابقة عدة أبعاد، فهي تستهدف بالأساس طلاب المرحلة الإعدادية والثانوية، ويتبارى فيها الطلاب للظفر بجائزة رئيس الجمهورية للعلوم سنة 2019. نسخة 2019 شهدت مشاركة واسعة، ففي جانب الأولمبياد جاءت الانطلاقة الفعلية للشوط الأول في 20 يناير 2019، وقد بلغ عدد المشاركين أكثر من 4000 من جميع ولايات الوطن. يشارك في هذه المرحلة طلاب الروابع والسوابع، إلا أن قوة المنافسة أقصت الروابع بكل فرقها. وفي 24 يناير تم تنظيم الشوط الثاني من الأولمبياد، وذلك بمشاركة 869 طالبا، وقد تأهل منهم إلى الشوط الثاني 428 في غياب تام لطلاب الروابع الذين تم إقصاؤهم في الشوط الأول. المرحلة الثانية من مسابقة رئيس الجمهورية لنيل جائزة العلوم هي مسابقة رالي العلوم، وقد جاء تنظيم المرحلة الأولى من هذه المسابقة في 24 يناير، وبمشاركة 2415 تلميذا من جميع مقاطعات وولايات الوطن. تفتح المشاركة أمام الطلاب من السنوات الثالث إعدادي والخامس والسادس ثانوي. وفي الفترة ما بين 11 و15 مارس الجاري تم تنظيم المرحلة الثانية من رالي العلوم، وقد شارك فيه 135 طالبا، وتأهل للمرحلة الأخيرة 9 مجموعات من كل مستوى. وقد تم تنظيم مسابقة رالي العلوم عن طريق نظام الأقطاب، حيث تم توزيع ولايات الوطن إلى 4 أقطاب، هي القطب الشرقي ويضم الحوضين العصابة وتقانت، وقطب الجنوب ويضم البراكن ترارزا غورغل وقيديماغا، أما قطب الشمال فيضم آدرار إنشير تير زمور وداخلت واديبو، بالإضافة إلى نواكشوط بولاياته الثلاث. ومن المنتظر أن يتم تنظيم المرحلة الأخيرة من هذا الرالي فاتح إبريل المقبل بمشاركة 324 مشاركا يمثلون جميع ولايات الوطن. وموازاة مع ذلك، من المنتظر أن يعلن عن نتائج الأولمبياد والتي وصلت مراحل التصحيح، وبالإعلان عن نتائج المرحلة الأخيرة من الأولمبياد وتنظيم المرحلة الأخيرة من مسابقة رالي العلوم تكتمل
مراحل المسابقات الممهدة لنيل جائزة رئيس الجمهورية للعلوم في نسختها الثالثة 2019. نظمت رابطة النساء الاجتماعية من أجل البناء مساء أمس عند الكيلومتر 7 في مقاطعة الرياض، نظمت تظاهرة تحت عنوان بالتنمية نحمي وحدتنا. يدخل هذا النشاط الذي حضره العديد من المهتمين بالشأن البلدي ضمن الاحتفالات المخلدة لليوم العالمي للمرأة. بالتنمية نصون ونحمي وحدتنا عنوان هذه الأمسية الجماهيرية المنظمة من طرف رابطة النساء الاجتماعية من أجل البناء، وذلك في إطار الاحتفالات المخلدة للثامن مارس العيد الدولي للمرأة، وهو ما شكل مناسبة لعمدة بلدية الرياض للحديث عن أهمية الوحدة الوطنية ودور هذه الشبكة في إرساء التنمية. والعنوان اللي معدل الأمسية بالتنمية نصون ونحمي وحدتنا، وهي الوحدة هي رأس المال، يقولوا نحن بالحسانية رأس مالنا وحدتنا، ولا مقيرنا ذا اللي شفنا من تفكيك الدول، وسببها واحدين ما هم رشداء واحدين فيه لا صيفة يفرقوا فيه المجتمع. وبالتالي التنمية رواية مهمة، وقطعا انها هي الإلهي صوننا وحدتنا وصوننا وطننا وصولنا وجودنا كأمة. وخلال الأمسية تم التطرق للإنجازات الكبيرة التي تحققت للمرأة خلال العشرية الأخيرة ودور النساء في تنمية المجتمع ووحدته. لقد حققت المرأة الموريتانية أشواطا كبيرة على كافة الأصعدة وفي مختلف المجالات، شارك الجميع في ذلك، أعني الدولة والنخبة الوطنية والشخصيات المجتمعية. أثبتت المرأة الموريتانية أهليتها لذلك، فأصبحت عنصراً فاعلاً في التنمية ومساهماً رئيسياً في حلحلة وتذليل مختلف العقبات التي تواجه مسيرتنا التنموية. وشهد هذا النشاط الجماهيري تقديم عرض عن دور المرأة في التنمية، تعرض لمسيرة المرأة الموريتانية وما لعبته من أدوار مشهودة خلال مختلف مراحل الدولة، كما تميز بعديد الفقرات الأخرى التي عرفت بجهود رابطة النساء الاجتماعية من أجل البناء. الآن نرحب بفاطمة بنت محمد محمود لتقدم لكم أخبار الاقتصاد. مساء الخير فاطمة. مساء الخير بنت، وأسعد الله مساءكم مشاهدي الكرام، ونتابع وجود الاقتصاد بعد هذا الفاصل. أهلا بكم. نبدأ نشاطنا بأسعار أهم العملات العالمية مقابل الأوقية حسب بيانات البنك المركزي الموريتاني. أعلنت شركة بوينغ تعليق تسليم طائراتها من طراز 737 ماكس لعملائها في أعقاب منع هذا الطراز من التحليق في عدد من دول العالم بما في ذلك الولايات المتحدة، وذلك بعد حادثة تحطم الطائرة التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية. وقال متحدث باسم الشركة أنهم علقوا تسليم طائرات 737 ماكس في انتظار إيجاد مكمن الخلل الفني والتقني في هذا الطراز، مؤكدا أن الشركة ستواصل إنتاج هذه الطائرة مستبعدا إمكانية خفض وتيرة الإنتاج أو إغلاق مصانعها بشكل مؤقت. وتنتج شركة بوينغ حاليا 52 طائرة من طراز ماكس شهريا، وكانت تنوي زيادة معدل الإنتاج إلى 57 طائرة في يونيو المقبل قبل حدوث هذه الأزمة. أظهرت دراسة أعدها فريق من الخبراء الاقتصاديين بجامعات أمريكية بارزة أن المعارك التجارية للرئيس دونالد ترامب كلفت الاقتصاد الأمريكي خسائر بنحو 7.8 مليارات دولار في الناتج المحلي الإجمالي في 2018. وقال مؤلفو الدراسة أنهم حللوا التأثير القصير الأجل للإجراءات التي اتخذها ترامب، ووجدوا أن الواردات من الدول المستهدفة هبطت بنسبة 31
30.5%، في حين تراجعت الصادرات الأمريكية المستهدفة 11%. كما وجدوا أن مجمل الخسائر السنوية للمستهلكين والمنتجين من ارتفاع تكاليف الواردات بلغ 68.8 مليار دولار. وينتهج ترامب الذي يصف نفسه بأنه رجل الرسوم الجمركية سياسة تجارية حمائية لحماية قطاع الصناعات التحويلية الأمريكية. فيما يلي نتابع جد أهم الأسهم والمؤشرات في الأسواق المالية العالمية. نهاية الموجز الاقتصادي، شكرا لحسن المتابعة، عودة إلى بتة بعد هذا الفاصل. شكرا فاطمة. ختام النشرة، تذكير بالعناوين. رئيس الجمهورية يستقبل بالقصر الرئاسي وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية جزر القمر. تدشين شبكة مائية بقرية المشرع التابعة لبلدية تامور تنعاش ضمن تدخلات الوكالة الوطنية للتضامن لمكافحة آثار الريق ومحاربة الفقر وللدمج. مفوضية الأمن الغذائي تتسلم أزيد من 7750 طنا من الأرز هدية من الحكومة اللبنانية، هدية من الحكومة اليابانية. بإمكانكم مشاهدينا الكرام متابعتنا والتواصل معنا عبر موقعنا على الإنترنت وكذلك عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا لكم، إلى اللقاء.